بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین و سامعین خوش آمدید. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ التین صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سورۃ التین مکیہ, اس سورت میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون, والتین والزیتون, والتین والزیتون, وطور سینین, وطور سینین, وطور سینین, وهذا البلد الأمين, وهذا البلد الأمين, وهذا البلد الأمين, والتين والزيتون وطور سينين, وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم, في أحسن تقويم, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم, ثم رددناه أسفل سافلين, ثم رددناه أسفل سافلين, ثم رددناه أسفل سافلين, إلا الذين آمنوا, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات, وعملوا الصالحات فلهم أجر, فلهم أجر غير ممنون, غير ممنون, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين, فما يكذبك بعد بالدين, فما يكذبك بعد بالدين, أليس الله بأحكم الحاكمين, أليس الله بأحكم الحاكمين, أليس الله بأحكم الحاكمين,
ahkamil hakimin wat-tini waz-zaytun wat-tini waz-zaytun wat-tini waz-zaytun وطور سينين وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات فلهم أجر فلهم أجر غير ممنون غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.